حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جدة بالسعودية المهندس حمزة العلياني، الخبير في قطاع الطاقة وعضو مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالأردن. أهلا وسهلا مهندس حمزة، وبداية ماذا يمثل وصول الإنفاق على الطاقة الجديدة والوقود الأحفوري إلى نقطة التعادل؟ مساء الخير دينا لك وللسادة المشاهدين. حقيقة التحول بالطاقة هو جهود بذلت على مدار العقود السابقة، وحيث اطلعنا على عدة مؤتمرات لتغير المناخ ومؤتمرات الأطراف، ومؤخرا كان هناك مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ الذي يتناول توجه الدول العالم للتغير المناخي و استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. شهدنا العام الماضي اضطرابات عديدة بقطاع الطاقة، وخصوصا في أوروبا وأزمة الروسية الأوكرانية التي سرعت من هذا التحول الطاقي، وبالتالي شهد العالم زيادة متسارعة على الرغم من شح سلاسل التزويد والتوريد بهذا المجال، لكن شهد قطاع الطاقة المتجددة زخما عاليا في السنة الماضية، ومما سيدفعه أيضا أن يتجاوز حجم الإنفاق الوقود الأحفوري ليسجل أرقاما مبشرة، خصوصا أن وكالة الطاقة العالمية قد اعتمدت في تقريرها أن الجهود الدولية في مجال التحول الطاقي يجب أن يتضاعف ليصل إلى 4 مليار دولار وليس فقط مليار دولار كما شهدنا العام الماضي. وهذا هو السؤال تحديدا، بما أنه العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة، لماذا كل هذه الاستثمارات ما زالت توجه إلى الوقود الأحفوري؟ بكل تأكيد ما زال اعتماد العالم على الوقود الأحفوري مستمر، أيضا متوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي أو الطلب العالمي على الوقود الأحفوري لتجاوز 110 مليون برميل في عام 2040 بارتفاع بحدود 11%. هناك عدة مخاوف لدى العالم بموضوع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وأهمها المتغيرات المناخية من السيول، من الزلازل، ومن الاضطرابات التي قد تكون هذه العوامل هي من صالح الوقود الأحفوري. لكن إذا نظرنا حسب الاستثمارات السابقة خصوصا بالعام الماضي، سواء في أبستريم وداونستريم وميدستريم في قطاع البترول أو النفط بشكل عام، شهدنا العديد من المشاريع القليلة، وايضا ساهم بهذا بقرارات اوبك في استثمارات الطاقه، وفي ايضا تقليص انتاج النفط والغاز بالسنه الماضيه. لكن كل هذا كان من عده عوامل ساهمت في زياده الاستثمارات في الطاقه المتجدده، خصوصا ان هناك العديد من دول العالم فرضت ضرائب على ثاني اكسيد الكربون وعلى الاحتباس الحراري، وبالتالي ساهم في التقليل من الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري. أيضا التكنولوجيا الحديثة الآن التي سارعت وساهمت في تقليل كلف الإنتاج في الطاقة المتجددة، خصوصا إذا علمنا أن تقريبا نصف استثمارات الطاقة النظيفة بالعام الماضي كانت بصالح الطاقة الكهربائية، إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، والنصف الثاني كانت في صالح كهرباء النقل، وهو اتجاه لإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء. طيب، الملاحظ أنه خلال العام الماضي النمو في الاستثمارات الموجهة للطاقة النظيفة كان ب 31%، وهو ما جعل الاستثمارات متعادلة في هذا المجال مع الاستثمارات في الوقود الأحفوري. السؤال هو متى سنلمس أو نرى انخفاضا في اعتماد العالم على الوقود الأحفوري والتوجه
التوجه بشكل أكبر إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات تقل بالتالي في مجال الوقود الأحفوري. بكل تأكيد أن التوجه نحو الطاقة المتجددة الآن أصبحت في عدة أنواع وفي عدة وسائط. نشهد الآن أن طاقة الشمس وطاقة الرياح الآن يوجد جهود ومشاريع عملاقة لتحويلها إلى طاقة الهيدروجين الأخضر، وبالتالي إذا وصل العالم إلى تطوير منتجات من الوقود تعمل من خلال الهيدروجين الأخضر سيقلل هذا الطلب على الوقود، وسيكون أيضا من المصادر الطاقة الآمنة والتي تستطيع أيضا أن تكون مصدر آمن للطاقة بالتزود. كما ذكرت سابقا أن وكالة الطاقة الدولية وأيضا شركة ماكنزي للدراسات والأبحاث تتحدث عن أن الاستثمارات العالمية يجب أن تتجاوز هذا الرقم لتوصل إلى 4 مليار في المنظور القريب، وأن تصل إلى 9 مليار لغاية 2050. إحنا حسب دراسة أكسفورد أن العالم سيوفر تقريبا 12 مليار دولار إذا وصل إلى الطاقة المتجددة. يجب أن نعلم أن العالم يجب أن يستثمر بحدود 62 مليار دولار من مشاريع سواء بالطاقة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الهيدروجين أو أيضا معالجة ثاني أكسيد الكربون وغيرها من المشاريع العملاقة لرفع كفاءة النظام سواء بالطاقة الكهربائية أو الطاقة بشكل عام بالنقل.